ننهي هذا الاستوديو. ابدا بالكابتن فتحي، كابتننا واستاذنا. كابتن فتحي، لو حضرتك عايز تقول اي حاجه لمباراه يوم السبت القادم، عايز انا تقول قلت هم برضو نفس الكلمتين يا كابتن اسلام. بدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق للعيبه وللحكم كمان. التوفيق يعني هو الحكم كان لصالحهم، يعني ما اقولش اخطا، لكن كان التوفيق لصالحهم. انا عايز الحكم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا، وما نستعجلش مع كمان الجمهور، لان لو الجمهور استعجل اللعيبه هتستعجل، لان ده هم مربوطين ببعض. والحاجات اللي انت جبتها لنا النهارده على الشاشه واللي جابها لنا سمير وشافوها الناس دي كلها، يعني انت بتقول مجلس اداره، جمهور، لعيبه، اداره هنا في القناه، كله مربوطين ببعض. فلو اتاثر ان اللعيبه الجمهور اتهز وبقى مستعجل، هيخلي اللعيبه تستعجل. انا مش عايز اللعيبه تستعجل ولا عايز الجمهور يستعجل. احنا عندنا 90 دقيقه، ابدا بهدف والهدف هيجيب هدف. يعني هي المباراه هي 1-0 بس، ابدا بدي. وبعد ما تخلص حافظ، زي ما الكابتن عادل بيقول لك مش عايزين جول يخش فين. مش عايزين جوال، لان الجول هيلخبطني تاني. فاحنا تامين، تركيز تام، وعمرنا ما هنكون اسوأ ما كنا هناك بعدم توفيقنا. احنا كنا كفرقه على بعضها، ومع توفيق عالي للحكم لصالح فرقه. ما بقولش ان هو جميلهم، لكن ده اللي حصل. لكن حاجات قدريه ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل باذن الله يا رب. كابتن عادل، هي كلمه بسيطه. اتفضل. النادي الاهلي كبير، ان شاء الله يعدي، فهو كبير ان شاء الله. لا قدر الله لو ما عدناش برضه هو كبير. عايزين نفكر دايما بايجابيه، وان شاء الله يعني انا اتمنى ان احنا نوصل ونروح نلعب كاس عالم السنه دي، ولكن لازم يبقى عندنا حته الحكمه شويه، ان احنا مش عايزين نضغط نفسنا قوي، ومش عايزين نودي نفسنا حتت بعيده. ان شاء الله نكسب ان شاء الله. كابتن بلال، محتاجين طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المباراه دي، وكل امنياتنا طبعا للعيبه بالتوفيق، وللمدير الفني كمان بالتوفيق في المباراه، لان هما الاثنين مرتبطين ببعض. مدير فني في تشكيله، في تغييراته، تمام، في التوقيتات بتاعته، حتى كمان بتاعت التغييرات محتاج يبقى موفق فيها بشكل كبير جدا. اللعيبه عليها حاجتين مهمين جدا، الهدوء داخل الجيم والشراسه في نفس الوقت. ابقى زنق، ابقى هادي وانا بلعب المباراه، تمام. الهدوء هو اللي هيوصلني ان انا احقق الهدف بتاعي، ولكن لازم اكون شرس في ادائي داخل الملعب. لازم فرقه صن داونز تبقى داخل الملعب او عارفين ان في قتال في الملعب، مش مباراه كره قدم عاديه. مش قتال يعني هنضرب، لا، يعني قتال رياضي. قتال رياضي طبعا، يعني منافسه شريفه اكيد، ولكن زي ما قال كابتن عادل من شويه، كابتن فتحي، الفرق الافارقه لما بيضغط عليهم بيفقدوا التركيز دايما. لما بتضغط عليهم بقى مدرجات داخل الملعب، ومن المدرجات بيفقدوا التركيز بشكل كبير جدا، وبيخرجوا بره المباراه ايا كان نوع اللعيبه. غانا هنا في مصر اتغلبت 2-0، يعني مش دي غانا ومش دي الاسماء، بالضغط الجمهوري، بالضغط اللي عليك، وهم يعني لو هنقارنها لعيبه، لا، هم افضل مننا بكتير جدا. وفرق كتير انت بتكسب بالاداء وبالروح وبالقتال وبالجمهور بتاعك طبعا. الهدوء مطلوب، التركيز مطلوب، كل فرصه تيجي لي هي دي الفرصه اللي هننهي بيها المباراه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله، وتكون باذن الله مباراه العوده بمشيئه الرحمن الرحيم. 3 نقاط كانت غاليه جدا النهارده الحقيقه، وخرجتنا الحقيقه من، يعني خلتنا ناخد نفسنا، لان المباريات القادمه خلتنا ناخد نفسنا في الدوري، يعني لان الدوري بالنسبه لنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دائما يظل النادي الاهلي على صداره الدوري، لانها 3 نقاط خلت النادي الاهلي في صداره الدوري العام المصري. زي ما قلت لحضراتكم، مباراه هامه، ولكن هذه المباراه انتهت. كمل بقى ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله يوم السبت القادم. روشتات جميله جدا الحقيقه من كباتننا الكبار. الحقيقه كلنا نحط الروشتات دي في دماغنا، ونعرف ان هناك امل، ولكن امل ضعيف او امل اقل الحقيقه من الاول. لما تتغلب لا قدر الله 1 أو 2، غير لما تتغلب 5، ولما تحب تجيب جون او 2 أو 3، غير لما تبقى عايز تجيب 5 أهداف. ولكن حتى لو كان الامل 1% او 0.5%، سنظل خلف هذا الامل ان شاء الله يوم السبت.